صباح النور صباحكم فل ياسمين صباحكم دقلة وحليب إن شاء الله يا رب نهاركم من أسعد الأيام من الناس الكل اش عاملين وإيش نحوالكم شايكم في الطقس ياسر محلاه ويشجع القضية ذاك علاش اليوم جيتكم بروتين تحفيزي من الفيديوهات اللي تحبوهم وبرشا تعليقات جاتني شبيك يا سيدي ما الفيديوهات هذوما تحفيزية هاوكا اليوم جيتكم فيديو على كيف كيفكم مانيش باش ندخلو برشا للكوزينه تقريب بالفيديو كامل باش نعديو في الدار قبل كل شيء خلينا نصليو على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونحن مع بعضنا هجوم على بيت النوم اليوم عندي الحركه في في البيوت باش نعمل البيوت خاطر الصاله عندي تقريبا ضيفة تعرفوا القضيه معناها عندي ناقصه برشا سبق وقلت لكم على خاطر صغاري ما شاء الله يقراو يعني يروحوا العشية معناها ما قعدوا الحوسة الكل في فطور في 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 الكوجينة معناها حتى لو كان باش يتعشى وكل في الكوجينا أه هذاك علاش الدار الحقيقة ما عادش عندي قضية كيما قبل برشا تعليقات قاعدة جيني معش تعملنا في روتينات تحفيزية كل على خاطر البنات كما قلت لكم القضية الحمد لله يا ربي نقصت عليا وإن شاء الله تمشي وتنقص يا ربي خاطر بالحق صحتنا أمانة عندنا كما قلت لكم ولازم نستحفظ شوي على صحتنا ولازم ولازم نعمله على قلد الجيد والله العظيم قبل كنت بالحق كنت ساعات نرجع لفيديوهاتي متاع قبل البنات نحس روحي تعبت روحي برشا 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 كل يوم قضية كل يوم نفضان زرابي كل يوم مسحان كل يوم تصيخ كل يوم كل يوم كل يوم زادا ما فهمتش شنو اللي كان يدور في مخي الحمد لله يا ربي نقصت برشا 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 الحاجتين المهمين اللي قلت لكم مشيت عليهم عندي بريود والحقيقة منظمة على الاخر حسيت روحي حاجتين قلتهم لكم قبل ونعاود نقولهم قال نقولهم لكم البنات اول حاجه اي حاجه تهزها من بلاصتها رجعها في بلاصتها معنى هيك اي حاجه هزيتها أه. عملت بها مثل حتى انت طيب مثل طيبت ما طماطم رجعها لبلاصتها جبت حتى كي تبدا أه. تريكو سروال خيط مقص اللي هو هزيتو من بلاصتو ورجعو لبلاصتو هكاك تلقى الدار ديما منظمة ديما ما عندكش حاجاتك تحسهم متراكمين عليك حتى في الصباح تحس روحك ما تلقى وين الدور في الدار عرفتوا كي تبدا الصاله فيها التبش وفيها الكتب وفيها اللعب وفيها كل شيء اللي تجيب اللي يجيب ويحط نحكي اللي تبدا بطبيعه هي مسيطره على الدار معناها نتصور اللي كيف يبداو صغار كبار ونتصور برشا يتبعوا فيها ولادهم كبار وعندهم برشا دخول وخروج للدار بطبيعه منجموش ما يسيطروا على الوضع ما اللي تبدا عندها صغار معناها مثال صغيرين وكل شيء ما معناها ابرك قلت لكم هذيك الحاجه اللي مشيت عليها كل كل حاجه كنمدها من بلاصتها استعملتها رجعها لبلاصتها كيك كيك نضمن انه الدنيا كل منظمه ثاني حاجه تتخلصوا من اي فوضى عندكم زايده معناها اي حاجه تحسوها زايده تحسوها معناها باش تقول لها تو نستعملها هذيك نقص عليك ولو على قد ما تكثر الفوضى على ما القضيه ديما تلقاها ما تفاج جمله اما كتبت الدنيا فارغه عندكم تبدا محلاه في ساعه تتنظم وفي ساعه تتقد آه، لهني كملت خرجت الزرابي كما قاعدين تشوفوا خرجت من كل الشميسة والطقس يهبل يهبل محلاه والشمس طالعة عرفتوا كل شرك باش تخرج الدنيا الكل على برا اني البارح نقصت على روحي خرجت لفروشة خاطر عارفة اليوم بفك التخريج الزرابي وكان وكل يتهلكولي عادها وكان عملت معناه قسمت باش النجم اليوم عرفته كل من تعبش برشا خاطر باش نقعد نخرج الفروشه والمخادد ونقعد نخرج في الزرابي بعدش باش يدخلهم لي <applause> اوكي نقصت على روحي نحاول بلي نقدر نقص على روحي امس كي مشيت للدار نحصل صبحيه بطبيعه طيبت الفطور ونظمت الدار غير ما صورتش معاكم وبره وعملت أه وعملت أه تنظيفه باهيه للبيت البانو اكا قعدوا لي كل البيوت شوفوا لهني بيت صغار بيت صغار هذيك عمرها ما مت تتنظف لعبة البارح سالم هكاك فترشها عطيتها له كانت مخبية صدقوني كانت مخبية عندها قداش من عام عندها يمكن عامين بالروضة جابوها مديتها له قال لي نلقاه فترشها الكل ونحى منها فما هيك كيما الضو فيها عرفتو كل حب اكتشف شنو فيها الحقيقة ما عملت حتى شيء خاطر عارفة الصغار في عمره يحبوا ياسر يكتشفوا يحبوا يعرفوا كل حاجة كيفاش مصنوعة وكل كملت لميت البيوت بطبيعة نعمل تحتك الكوافيج وتحت تابل دنوي وتحت السرير غير النقص في المونتاج باش كما تعرفوا فما برشا تطبيز وكل أما عملت لما للتحت تحت الفروشه هذه البيت قاعدة فارغة أو كساعات يلعبوا فيها الصغار تو إن شاء الله نفرشها نلقى برشة غبرة دخلت لي مك البورتفيناتر في كما تعرفوا لي الكل العجاج وليت لميتها وبعد قلت نكمل نمسحها مع البيوت الكل باش نعمل مسحة اني الحقيقة ما نسيقش خاصة في الشتي ما اصلا ما عنديش وين نخرج المي ومنش من نوعية النسي اللي نحب التصييق خاصة في الدار المبلول يتهلك ودنيا كل تتهلك أو كمسحة بالمبلول وبعد كنت حبة تسلت بعد نعود منشفة أخرى أنا عملت راني مسحة الأولى تحت كل سرير الكل خديت راحتي مسحت تحته توا كان مسح في البقية قاعدة نخمم واني نمسح قاعدة نخمم قلت زعما نبدل ديكور البيت النوم تحطها على الشباك و... لا لا هي تعجبني الحقيقه توسع على الاخر البيت اما نحسها تجيب شويه طاقه سلبيه عرفتو كي الكتاب السرير على الشباك يجيب الطاقة سلبيه ما تنجمش حتى تحل الشباك ما متن... نعرفش كيفاش اما توسع على الاخر ونحسك تتبدل النفسيه تتبدل قلت نمد فرشه جديد وبعد قلت لو حاليه الحقيقه ولا كنت نعملش على دخول رمضان زادنا نحب نبدل بيت القعاد لل لك البيت الفارغة الاصليه هيك قلت تبدا قريبا الكوجينه في رمضان من ارش حاسله يمكن نعمل تغييراتك في رمضان في الدار كملت مسح زده تحت السره متاع الصغار وش نكمل نمسح البيت الكل كيف كيف زده الفروشه متاعهم ما خرجتهمش البارح خرجتهم الفروشه كملت البيوت وتوقعت لي كان هالكلوار هضايا وكالكلوار الطويل بطبيعة حتى غنطيب في الفطور اخر حاجة قلت نكمل الكوجينة ونكمل نسيق التراس وعملت مرقة تعرفوا ديما هيك احنا نتصور بكلنا كيك نهار اللي تبدأ عنا حركة في الدار نطيبوا اسهل حاجة في, ال... <applause> في, الطبخ معنا اسهل حاجة في الكوجينة مرقة ولا قلية ولا مصلية ضمن نحسهم اسهل حاجات حط على النار وكاهو طيبت مرقه فطور وعشي وارتحت معناها وتلهيت في الدار الحقيقه معناها ممكن اني قصيت برشا في المونتاج ما كم شفتوني عملت المارو وعملت الكوافير وستابل دنوي برغم راهي منظمه الحقيقه عندي البيت خاطر على ايديا وما يدخل لها حد اما كي عملت دوره شفت شنو الزيد ولوحت وكل باش كيما قلت لكم ديما الدنيا تبدا معناها فارغه وديما الدنيا تبدا منظمه اخر حاجة كملت عملت دورة على المهبل مسحتك البلايس اللي نعرف اللي تجيهم الغبرة معنا بعد ما نمسح وكل كنت نبدل الفرش وبعد قلت الحقيقة لو حالي انا عندي كل الفروشة كل غلاظ وكومة متاع اللي تهزهم للعروسة وكل شيء آه قلت زيد دوشتي عادك به يخرج نقعد نغسل فيهم بالفارغ وكهو فما تعليق يجيني ديما من عند اخت ديما ديما تسالني تقولي سيرين احكينا على زاز العروسه واحكينا شنو هزيت وشنو نهز فروشه وعباين وكل شيء انا حكيت عليه الموضوع هذا وعملت عليه وقتها فيديو خاطر شفت برشا تعليقات جست نقولك لك, نقول لك كل قدير وقدره معناه انت تعرف روحك على شنو تقدر خوذ ما تكثرش على روحك على خاطر الموضه تمشي وتزيد وما تهزش معناها بالفروشه بالبرشة خوذ حاجه مزيانه حاجه هيك يعني حاجه مضخمه وتقعد لك عرفت حاجه مضخمه وغاليه تهون عليها معناها الفلوس وما تاخذش معناها في تاخذ سته فروشه خوذ زوج فروشه يكونوا مزيانين تبدل بيهم مثال في الشتي وزوز فروشه ولا ثلاثه فروشه للصيف خذ خاصة للصيف خذ حاجات براتيك ما تاخذش شكل معدس وكل يبدا مطروز وكل يبدا دركي كيفاش خذ العادي معناه الفروشه نتاع الصيف العاديين حتى لو كان انت عروسه نور مره وتقرا حساب من بعد هذوكم اللي تفرشهم أكثر في الصيف يبداو براتيك يبدأوا كبردين تبدأ ديما تفرشهم واحد كانت حابة كتشريه للتفرش وحتى فوقهم يعني كل يبدأوا مطروزين وكل ما تغلطش غلطة إنه تهز كل شيء مطروز وكل بعد تروح لما تلقاش ما تفرش خاصة في الصيفة ما تكثرش على روحك على خاطر راهو الموضة تتبدل راهو كل شهر تتبدل صدقوني أني كنمشي لترفر والله يا البنات لعمري مشيت يعني مثال مشيت الجمعة عادية ونرجع مثال بعد شهر هكاك ولا بعد ثلاثة جمعات ما تلقاش نفس تبش ما تلقاش نفس الموديلات يمشي ويزيدوا أو كنت خذ حاجة مضخمة تعرفها تدوم تعرفها ما تموتش مش حاجة شارجي باش تبقى معاك حتى كيما فرش المرواح اني نحسو زايد 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 خذ حاجة فينو هكا يعني حاجة هكا تكون فينو مضخمة زادة كيف كيف تنجم تفرشها في سير الأيام مش تاخو حق فرش مرواح يبدك الشارجي وما عرفتو كنت تفرش فيه من المناسبة المناسبة يعني تو نحشم باش باش نفرش فرش مرواحي من كثر ما هو شارجي أما ما تكثرش على روحك وكهو كما قلت لك كثر يمكنك الفروشة متاع الصيفة كما تستحقهم والباقي خذ حتى كزوز فروشة يكونوا مزيانين هكما اللي تبدل بيهم وكهو ما متكثرش على روحك أربعة خمسة وستة راهو والله مكش باش تفرشهم وكما قلت لك معناها اكيد باش باش تتحل العينين من بعد عامين ثلاثه تقول يا فما ما خير وفما طلع ما خير في حكايه الزهيز كل قدير وقدره كل وحدة شنو يقدر و... و أني يعني بالنسبة لي قلل ودلل خذ حاجة تكون مزيانة وقلل وكهو خاصة كي تبدأ واحدة هيك عروسة تبدأ الدار من اللول وكل تاخد تاخو حاجة هيك مضخمة وكهو أما من بعدك تكمل تكملك الثانويات أنت تكملها بمحدك على قد ما أحنا رنا حايسين في الدار وقاعدين في الدار على قد ما هيك نحبوا نشري ونجد ونشري حاجات حتى يكونوا رخاص بطبيعة مش قاعدين ناخذ في حاجاتك الغالين حاجات الغالين تاخذهم وانتي معناها وانتي تزهز خير لاني قاعدة نقشر في البطاطا باش نعمل فريت مع المرقة عملت مرقة جلبانة شنو اخر هو عملت معاه فريت وكهو كملت تاني الدار فرشتها وكله بعد قلت خلي نكمل الفطور فرد مرة نفطر وبعد نكمل نصيق الكوجينة ونكمل نرجع كل معون البلاستو وننظم البقية متاع الكوجينة نقسم مكاك خيل لبنات لقيت روحي نهار مثال نعملها للكوجينة نقعد في الكوجينة مثال كمشان طيب وننظفها وكل كان شفتوني ولامس عملت الكوجينه والبلاك وعملت الفور ونظفتها بباهي ومسحت المروات وبعدها عملت البيوت وبعدها كان عندي نعمل الصاله معناها كانت تستحق نعمل الصاله الواحد يحافظ على صحته والله العظيم ما تعملش على روحك ما تكثرش على روحك معناها اعمل شوي بشويه وكهو حطيت القلية الاولى وكملت قشرت كعبات اخرين صغار صغاري كي نعطيهم بطاطا مستبيضه شويه يقولوا لي نية وليت نحمر هيلهم شويه واني في العاده كنحبها تكون مستصفره شويه حمرت لهم هما واحنا نتاعنا عملت عملتها مستبيضه تروها من بعد برقة حاسين وطابت يمكن من كيك من الحديش من طابت فاني يعني سكرت عليه في بلش نطلع على الوقت ان فطور وقال حديش تزمت طيبت على بكري خاطر وهي ما, تشدش يد معناها كل باش نحط توا الطاولة ونكمل نحضر الفطور ملقيتش عندي خس باش نعمل سلاطة وليد ما عملتش سلاطة وحطيت الخبز بعد نكمل نجيب المي وهذه المرقه حطيتها مرقه جلبينة وكه والله اسهل حاجه والله نهار اللي نطيبها نحس كوجينتي تقدم نظمة منظمه أكا وكملنا فطرنا ودخلت ارتحت وقيلت واش نرجع لكم من بعد في الليل شوفوا سبحان الله هذه هذه المرقه قدرت قادر باش تتحول مقارونة جاريه نتصور برشا مننا نعملوها الحكايه هذه تكون مرقه بعد سبحان الله تولي مقارونه جاريه انا يعني نحب ياسر المقارونه جاريه وكل حاجات بالخضره كل نحبهم غير اني محرومه منهم على خاطر الصغار صغاري كي خاطر يفطروا في الروضه وكل ما ي... ما يحبوش الجاري وكل خضره وال صحابهم ولا كيفاش حاصلوا عندي قديش قديه ما طيبتش الجاري وراجل زده مش حبيب في المقرونة جارية ولا محمصة ما مش حبيب فيهم أوكا على الأقل الشربة ياكلها لوني نعمل شربة هكا نقول أصلا صحية حتى في الليل نحب خاطر نبعد على العجين وكل نولي نعمل شربة ماني والله يا بنات نموت عليه جاري شربة ولا خاصة المحمص الحقيقة نحبه على الخ أما محرومة منه على خاطر صغاري كي يبدأوا معايا في الدار عادي يأكلوا مثل اليوم هاو كان مقارونة عملت لهم كلاوها كان هزيت لهم هما في الروضة ما كلاوهاش كملنا تعشينا وبش نغسل المعول ونعمل حكا لك الغاز هزيدا كما شفتونا عود تقليد شوية فلفل وقليت البطاطا جمعة كاملة طيب في الجمعة كلمة تقريبا معاكم من طيبت مقارونة الروز الكسكسي حاصلوا عندي برشا ما عملت لهم مش بيتزا ولا عملت لهم ملاوي محشية ولا خبز في المحشي ولا حاجة عاد ولادي كل يوم يقولوا لي على البيتزا قد ما نعملوا حاجات من عرش كانت ركزت معاها ولا الحكاية قد ما نعملو هكا خبز في الفور محشي سوفلي باتي اللي هو قد ما نعملو قد ما نعملو تحسنا الكل نميح وياسر للبيتزا والصغار تميل ياسر, ياسر للبيتزا مانيش عارفة علاش اني يعني واحدة من الناس ما نخير عليها حتى شيء يعني باش نحط لهم نعمل شوية غلة عملت الفريز حطيت نكيت خل كما تعرفوا الفريز فيها لازم لازم تغسلوا بالخل خاطر فما حاجات فيها فكان كنت اللي فيها فما حاجات الحقيقة قبل ما نعرفهاش اما من بعد كيف قريت عليها وشفت فيديو لازم تغسلوا تخليه يعني منقوع في في الخل حطيته في الخل وبعد نكمل نغسله ونقصه كل وعندي شوية بسبيس باش نقصهولهم أول أول مرة يدخل بسبيس لينا إحنا في الشتاء أول مرة إني أكثر حاجة نحبها الفريز ورجل يحب ال البنان إني الفريز والشروب وهذا من الحاجتين بالحق اللي نحشش نحشش عليهم والله أما الباقي الكل لا علاقة ما مر ما نحبوش كاو عاد شكري عرفني نحب الفريز ولا جاب لي الفريز آه عملت آه عملتو عملت سلطه غدا نعملهم عصير متاع فريز وكاو حليب وكله واليوم قصيت هيلهم سلطه باش نحط من فوق شويه ياغورت وما حطيتش لا سكر لا عملت شيء في العاده نعمل نعمل سلطه الغله نحط فيها سكر ونحط فيها ميز المره دي قلت خليها تبدا كطبيعيه طبيعيه وزيد في الليل خلينا نبعدو على السكر والله كليناها وعادي ظهرت لي معناها ما فهمتش قبل علينا نحط فيها السكر يعني. يمكن خاطر الياغورت عرفتو كل فيها السكر ما حسيناش في العادة نحط كريم شنطي المره دي قلت ميسيش خلي نحط شوكولاته اسهل لي نرش عليهم شويه عملت لوز هروشت لوز وجلجلين وكل قلت الرش عليهم ما شوية وكهو ايه التحلية متاعنا سهلة كنت نجم نعمل بالبسكوي مثال تنجم تعملوا بسكوي كتغطسوه في القهوة ولا حتى بسكوي كتهروشوه طب لكش نعملهم غدوة برشا حاجاتهم الحقيقة حبيتك نعمل سلطة التفريزي كعادية وقضايا سيل بس بس <applause> نحطه في اللسحة نسيتها وباش نكمل نعمل قهوة وكهو هيك كان الفيديو متاعنا اليوم تعرفوا شنو ناقص اكيد اكيد فقدوا فما حاجة ناقصة في الفيديو الا بخور نسيت ما بخرتش اليوم ان شاء الله غدوة نعملو تبخيرة مع بعضنا باش نعمل قهوة لراجلي الحقيقة مش مش لي يعني اذا فات وقت قهوتي بالرغم اليوم مشربتش الحقيقة حتى الصباح مشربتش اذا فات وقت فات وقت قهوتي معناها وقت محدد سي تراسيلي مصبحة حتى تولي هني ما عادش بكري معناها غدوة صغار يصبحوا معناها راقدين ما يقراوش معناها كل قلت ميساج خلينا نعملو سهريه حتى في الليل لا مش مشكل كنت باش مش نعملهم مشوش وبعد قلت يزيني من المعون ويزيني من الوقفة هذه الكيكة متاع الدروع وكل التمر فما برشا منكم جربوها صحة باش لكم الناس الكل وهذه سلاطة ال... الغلة وكهول هنا صغار جاوبش يزو معايا الوصحنا الداخل دينا ديما هوا يبداو يعاونوا فيا هما واني كنكون وصلت بيكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم هكا نشطكم وهكا متنوع من اللي تحبوه فيديو فيديو تحفيزي آه ان شاء الله يا ربي آه نلقاكم في صحه وعافيه الفيديو الجاي نحبكم برشا برشا وبرشا بوسيت ليكم على خير